أحسن الله إليك. يقول السائل: أنا أجمع كل شهر 800 ريال من أجل أن أدفع القسط السنوي للبنك العقاري في كل شهر محرم، وهو 9600، وأول ما يأتي شهر محرم أدفعه، هل حال عليه الحول؟ وهل عليه زكاة؟ وكم هي؟ نعم، الحول 12 شهر معروف، إذا مضى على ملكك لهذه النقود، إذا مضى على ملكك لهذه النقود 12 شهر وجبت فيها الزكاة إذا بلغت نصابا، سواء كنت تجمعها لزواج أو لقضاء دين أو لشراء بيت أو غير ذلك، أو تجمعها للتجارة. المهم إذا حال الحول على مبلغ من الدراهم يبلغ النصاب فأكثر وجبت فيه الزكاة دون نظر إلى قصدك في هذا المال. نعم.